بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من النظام سمارت اي ار بي هو نظام شؤون العاملين او الهيومن ريسورسز. هندخل عادي زي ما ندخل على كل قسم باليوزر نيم والباسورد. هيفتح لي برضو شاشة رئيسية في قسم شؤون الموظفين بتحتوي على الاجازات، قائمة الاجازات الموجودة والأذونات والمأموريات وهكذا، يعني أحدث إدخالات حصلت في السيستم بتعرض للمستخدم في الصفحة الرئيسية. نستعرض مع بعض زي كل قسم، نستعرض البيانات الأساسية من وظائف، أقسام، فروع موظفين، إعدادات، ورديات ومواقع. الوظائف هي مجرد إدخال لمسميات الوظائف، إدخال مسمى الوظيفة وكودها فقط. الأقسام عندي بقسم الشركة لأقسام، وكل قسم بعين له مدير معين، بختار اسم القسم وبدخل اسمه بالعربي والإنجليزي، إذا كان ليه كود بدخل الكود، بختار الموظفين من هو مدير الفرع ده، وبختار الإدارة الرئيسية التابعة لها القسم، ثم بختار الفروع، ولو عايز أدخل وصف أو حاجة بدخل البيانات لكل قسم. الفروع اللي شفناها في الشاشة دي بدخلها من هنا، هي عبارة عن فروع للمؤسسة، قد يكون ليها فرع واحد أو أكتر من فرع. فأنا عندي هنا فرع رئيسي ممكن أضيف أكتر من فرع بجانب الفرع الرئيسي. عندي أعلى شاشة بقى وهي شاشة الموظفون. هي شاشة بتحتوي على كل بيانات الموظفين الموجودين في المؤسسة. بقدر إن أنا اعرض تاريخ الموظف، تعين امتى، اتنقل من القسم ده للفرع ده امتى، او اتنقل او اترقى وهكذا. ببدا اعرض السجل تبعه، يا اما بقدر اعمله انهاء عمل وبيظهر هنا في قائمه الموظفين المنتهي عملهم، يظهر هنا الموظف ده كان موجود على قوه المؤسسه ولم يعد موجود. بقدر استعرض رصيد الاجازات من هنا، اختار نوع الاجازه، بيجيب لي كل الموظفين لكل موظف، بدخل الرصيد لكل موظف وببدا ان انا اسجل رصيد لكل موظف. لو شفنا كده في شاشه الموظفين الادخالات، هلاقي كل البيانات اللي ممكن احتاجها للموظف، من صوره، اسم انجليزي واسم الأوسط بالإنجليزي واسم العائلة وهكذا بالعربي. بقدر أختار أنه على الحالة الاجتماعية، رقم الموظف، ثم الوظيفة، هل الموظف البديل والمدير المباشر وهكذا. بيانات التوظيف بقدر أدخل رقم البنك، رقم حساب البنك والمنطقة والرقم التأميني وهكذا. والراتب الأساسي، بيانات شخصية، بدخل هاتف ورقم هوية وموبايل، بريد إلكتروني، جنسية، تاريخ ميلاد، رقم جواز سفر، رقم جواز سفر بحري وحد. ده بالنسبة لشاشة الموظف. عندي بقى شاشة إعدادات اللي بقدر من خلالها أدخل الإعدادات. عندي إعدادات خاصة بالشركة وهي سعر الصرف، بقدر أثبت سعر الصرف للشركة، بقدر أضيف أي إعدادات خاصة للشركة وأضيف لها قيمة وأضيف لها اسم واستخدمها في نظام شؤون الموظف. عندي أنواع الأجازات، بقدر أضيف منها أنواع أجازات عبارة عن اسم الأجازة ونوعها وهكذا. عندي قروض في النظام هنا، فبقدر إن أنا أحدد نوع القرض اللي بقدر أديه للموظف إذا كان عندي نوع معين من القروض أو عندي كذا نوع. بقدر عندي الجنسيات، جنسيات الموظفين بقدر أضيفها من هنا، كل الجنسيات الموجودة عشان بقدر أدخل بيانات الموظفين بجنسياتهم، وبقدر إن أنا أعمل تقسيم للموظفين على حسب جنسياتهم. عندي إعداد من الإعدادات اسمه مفردات المرتب، وهو إن أنا بدخل مفرد مرتب اسمه ونوعه، هل هو مكافأة ونسبة، وهل هو زيادة أو خصم، وهل قابل للتقسيم ولا خصومات. دي حاجات خاصة بحسابات المرتب. عندي حالات الإجازات، الأجازة اللي بقدر أضيفها زي ما هنشوف دلوقتي من شاشة الأجازات، بتمر بدورة معينة لحد ما تعتمد،
عندي انتظار اعتماد المدير المباشر، اعتماد رئيس مجلس الإدارة، ثم تصدق أو ممكن إن هي تترفض. عندي أنواع الإجازات، اعتيادي أو عرض أو مرضي أو مرحلة من سنة بقيتها، بقدر أضيف إن أنواع الإجازات معينة على حسب احتياج قسم شؤون الموظفين. عندي أكواد الوظائف، ببدأ أدخل هنا أكواد الوظائف المعينة عشان في شاشة الوظائف أختار الكود منها وأبدأ إن أنا أربطها بكود معين. بعد الإعدادات هيجي عندي شاشة الورديات، بقدر إن أنا أضيف وردية معينة وأدخل اسم الوردية وبدأ أدخل الساعة اللي هتبدأ فيها الوردية، وليكن مثلا من 5 صباحا إلى 6 مساء مثلا، فببدأ أختار هنا أو 5 مساء. سماحية الدخول، ببدأ أحدد هل في سماحية الدخول لموظف واحد أو 20 موظف أو 50، أو سماحية خروج، بيبدأ مدير الوردية يدخل بيانات هنا، أو ممكن نضيف حقول أخرى أو تزال هذه الحقول على حسب احتياجات المؤسسة. ده بالنسبة للورديات. عندي المواقع اللي ممكن يتواجد فيها الموظفين، المواقع الخارجية الخاصة بالعمل، فبقدر هنا أضيف مواقع، طبعا سفينة أو مكان أو وات ايفر أيا كان هذا الموقع نوعه ايه، وبحدد المنطقة والبلد وكود الموقع عشان ببدأ أقول إن الموظف ده طالع مأمورية في الموقع ده، بقدر إن أنا أحدد مواقع الموظفين في المؤسسة. تاني جزء في الـ HR هو الحضور والانصراف. عندي مأموريات، عندي أذون، عندي أجازات، ثم عندي مقياس انضباط الموظف، حضور وغياب، ومخطط الحضور. لو رحنا للمأموريات، هي شاشة هنلاقي قائمة بكل المأموريات المعمولة، ببدأ من خلالها إن أنا أضيف مأمورية للموظف، طبعا هنا مقسمة بالحالة، هنا المأموريات اللي صدقت وهنا المأموريات التي بانتظار اعتماد المدير المباشر. شاشة المأموريات بسيطة جدا، بختار الموظف، بختار بداية المأمورية والساعة كمان اللي هتبدأ فيها المأمورية ونهاية المأمورية وكمان الساعة اللي هتنتهي فيها، وبقول هي مأمورية داخلية أو خارجية. والحالة طبعا في البداية بتبقى بانتظار اعتماد المدير المباشر. اسم الموجه إليه بيجي أوتوماتيك لما بختار موظف معين، بيبدأ يجيب لي المدير المباشر تبعه هو الموجه إليه. خلال الوصف وليكن تيست أو تجريب، فببدأ أدوس حفظ، بيبدأ يسيف لي أو يحفظ لي المأمورية. ولما يدخل الموظف فهدي جابر العنيزي على النظام، بيجيله هنا في الإشعارات أو التنبيهات أو النوتيفيكيشن، بيجيله إن هو الموظف اللي تحت إدارته عمل طلب لنفسه مأمورية، وإن هو لازم يخش يصدق عليها عشان تبدأ المأمورية تكون مصدقة. ده بالنسبة للمأموريات. نفس الحال بالنسبة للأذون، نفس المنطق بالظبط ولكنها أذون. بختار الموظف يجيب لي الموجه إليه، بختار بداية الصلاحية ونهاية الصلاحية، ثم الحالة، وأدخل وصف، ثم أضغط حفظ عشان أحفظ الاسم. عندي شاشة الأجازات، ببدأ أعرض من هنا رصيد الأجازات، طبعا مفيش لسه أرصدة، أنا معنديش. هنا الأجازات اللي موجودة، الموظفين طالعين اجازات، ببدأ اضيف وليكن بختار الموظف الفلاني، بختار اسمه، نوع الاجازة عفوا، وبختار بداية الاجازة، ثم طبعا الجمعة بيكون يوم اجازة فمبقدرش اختاره، بختار الاجازة من والى، ثم بختار اسم الموجه اليه ورقمه، ثم اختار اسم الموظف الذي يعوض او الموظف البديل في هذه الاجازه، وببدا ادوس حفظ عشان ابدا اعمل الاجازه، وبتاخد دورتها عادي جدا على حسب الدوره في كل مؤسسه او شركه. عندي شاشه ثانيه اسمها مقياس انضباط الموظف، ببدا احدد من تاريخ ليله، من
تاريخ معين، وليكن مثلا إذا أضفنا تاريخ قديم عشان لو عايزين نعرض داتا أو بيانات معينة، وبعمل له عرض التقرير، بيبدأ يجيب لكل موظف إجمالي مأمورياته وإجمالي الأذونات وإجمالي الدقائق الإضافية بالدقائق وإجمالي التأخيرات وعدد أيام الحضور للموظف من الفترة المحددة إلى التاريخ المحدد. عندي شاشة لحضور الغياب، ولكن الشاشة دي تعمل مع جهاز البصمة، فلازم يكون النظام موصل بجهاز البصمة. عندي شاشة تانية اسمها مخطط الحضور، اللي بيبدأ مدير وليكن مدير اتش ار او حاجة، بيبدأ ان هو يضيف مخطط حضور مثلا معين، فبيبدأ ان هو يختار الموظفين معينين ويختار الوردية من هنا من شاشة الورديات اللي شفناها مع بعض، بيختار الوردية ثم بيدوس حفظ. كده هو عمل وردية وقال ان الوردية دي في موظفين فيها هيحضروا، وليكن التلات موظفين دول هم اللي هيحضروا الوردية، عشان يدخل موظف من شاشته بالحساب تبعه يشوف. طبعا الموظفين دول بيجي لهم اشعارات ان هم لابد ان يتواجدوا في الوردية، وطبعا الجهاز فيه امكانية بالمناسبة ان هو يبعت ايميلات كمان، عشان الموظف لو ما فتحش النظام بيجيله كمان ايميل ان هو عنده مأمورية او عنده اجازة او عنده هكذا. ده بالنسبة لمخطط الحضور. عندي جزء مهم جدا هو جزء الرواتب. عندي مرتبات الموظفين، بدخل اعمل اعداد للراتب. هنا كل الموظفين اللي عندي المدخلين، بعمل اعداد للراتب. فانا عندي بيجيب لي من تاريخ معين الى تاريخ وليكن مثلا من 1/5 الى تاريخ معين وليكن مثلا شهر. طبعا النظام ممكن ان هو يدعم التقويم الهجري، ولكن بالتحويل من النظام الميلادي للنظام الهجري بكل سهولة بإذن الله. فلما اخترت محمد خالد الزهراني واخترت من 1 مايو إلى وليكن 30 مايو، فجاب لي إجمالي أيام العمل 31 يوم. فهو الموظف ده عنده مرتبه الأساسي 1500 جنيه، وعنده بدل نقل 600 جنيه. بقدر إن أنا أحذف بدل معين أو مفرد معين أو أضيف مفرد معين إن أنا أدخله، أبدأ أعدل فيه أقول ده هياخد 650 بالريال السعودي، وأبدأ أضيف، يبدأ يحسب لي إجمالي الراتب. ممكن أدخله خصومات، ممكن أدخله دقائق أو تأخير أو خصم أو جزاءات أو سلف. ببدأ أحفظ الراتب، وببدأ إن أنا أعرض تقرير الراتب. كده انا قبضت الموظف ده في الشهر اللي انا عايزه. ده بالنسبة للرواتب. عندي حاجة تانية اسمها ارباح وجزاءات. ببدأ ان انا اضيف ربح وجزاء للموظفين، بختار الموظف، بختار المبلغ وعملته، وببدأ ان انا اقول ان هو ارباح او جزاءات. لو حددت نوع ارباح يبقى ارباح، وبقدر اكتب السبب هنا، وبضغط حفظ عشان اضيف ربح للموظف. ده بالنسبة لارباح الجزاءات. عندي سلف هي القروض زي ما قلنا. ببدأ اختار نوع السلفة اللي انا محددها في الاعدادات، قد يكون انواع كتير جدا. ثم يخصم من الراتب نعم او لا، بختار الموظف والنظام يجيب لي الرقم الوظيفي، وبقول المبلغ استلف 50,000 بالريال السعودي. المبلغ المدفوع قد يكون أي مبلغ أو صفر، ثم عدد الأقساط وليكن 50، مدة القسط كل شهر، وطبعا الحالة طبعا
طبعا اذا كان الموظف ليه سلفة لم يتم استبدالها فبالتالي مش هقدر ادخل موظف جديد. وليكن الموظف ده ممكن ان انا اعمل له سلفة احمد سعود الجابر، فببدأ ان انا بيقسم لي ال 50,000 ريال على 50 قسط، فبيقول ان هو يقدر يقسم ان هو كل شهر 1,000 ريال على 50 شهر، فبيبدأ ان هو يقسمهم كل شهر على حسب بداية اخذ السلفة او القرض. ده بالنسبة للقروض. عندي إدارة النظام نفس الكلام عندي موظفين، وعندي إن أنا بدخل أديله صلاحيات على نظام الـ HR. دي طبعا كل أكشنز أو كل الشاشات في نظام شؤون الموظفين بقدر إن أنا أنزع أو أضيف صلاحيات زي نظام المخازن ونظام الحسابات أيضا. عندي هنا شاشة اسمها متقدمون لوظائف، دي بتتيح للريكروتمنت تيم او فريق اللي بيعين وظائف، بيقدر ان هو يقسم المتقدمين لوظائف الى مراحل او مجموعات. وليكن مثلا هبدأ اضيف هنا اساميهم، وليكن مثلا تيست 2 تيست 3، ليكن هنا محمد أحمد محمود، ده موظف الوظيفة متقدم لي وليكن المحاسب. ببدأ أدخل رقم هوية أو وأرفق السيرة الذاتية تبعه، ثم أدوس حفظ. بيبدأ الموظف ده يكون في مرحلة مراجعة السيرة الذاتية. إذا راجعت السيرة الذاتية، إذا رجعت ببدأ إن أنا أدخله في مرحلة الامتحانات. اجتاز الموظف طبعا ممكن يكون عندي أكتر من موظف بهندلهم بنفس الطريقة. إذا عندي موظف تاني تمت مراجعة السيرة الذاتية ولم يوفق ما بنقلوش، بحذفه خلاص. فأنا عندي هنا الموظف ده انتقل لمرحلة الامتحانات، إذا اجتازها بيدخل مرحلة المقابلة الشخصية، ثم إذا اجتازها بيدخل مرحلة التعيين وهكذا. ثم عندي إمكانية إن أنا أحول هذا الموظف بعد مرحلة التعيين إن أنا أحوله إلى قائمة الموظفين، فبيروح يقول لي كمل بياناته ويكون هو موظف عندك في الإدارة. ده بالنسبة لإضافة المقدمين. عندي الشهادات، وهي شهادات معينة لكل وظيفة. بقول إن وظيفة محاسب عندي في المؤسسة بتتطلب شهادات 1 و2 و3. موظف الـ HR أو مهندس الميكانيكا لازم يتوفر عنده الشهادات الآتية، يا مجرد إدخالات وتقسيم بالوظيفة مش أكتر. التقارير طبعا عندي تقارير حضور الموظفين. عندي هنا اذا الجهاز مش مدعم بجهاز البصمه، فببدا ان انا اضيف الحضور من هنا. وليكن في اليوم الحالي موظف يدخل، طبعا انا هنا إن عندي كل الموظفين لان انا داخل بصلاحيات مدير النظام، ولكن كل موظف يعني مفترض اذا انا داخل بفهد جابر العنيزي هيكون عندي فهد جابر العنيزي فقط يدخل على الحساب بتاعه ويقدر يعمل لنفسه تشيك ان او دخول ان هو حضر. بالمثل عند جاسر عبد العزيز منصور بيبدأ برضك يدخل يضيف لنفسه تشيك ان ان هو حضور. اذا الموظف عندي في مأمورية او اذن بيطلع في الملاحظات ان هو في مأمورية او اذن. طبعا بقدر استخدم ملف القائمة دي، الملف وورد او ملف اكسل، او اعرض التقرير من والى ايام معينة. ده بالنسبة لتقرير الحضور. عندي الحضور غير منتظم، عندي الاشتراك التأميني، دي كلها ورقيات خاصة بالمؤسسة. طبعا دي تقارير
خاصة بالموظفين والتأمينات والضرائب وكسب العمل وضريبة الدمغة والاشتراكات العلاجية والتأمين الصحي وهكذا. فطبعا على حسب كل مؤسسة بنظبط الورقيات تبعها على حسب قاعدة البيانات المسجلة في النظام، فبقدر إن أنا أستعرض كل التقارير بسهولة جدا على حسب البيانات المسجلة. شكرا.